وقعت احداث هذه القصه في ثمانينات القرن الماضي في مدينه دمشق وتحديدا في احدى الاسواق المعروفه فيها ويدعى سوق الحميديه وكان هناك تاجر يدعى ابو جميل وكان يملك محلا صغيرا لبيع الاقمشه رغم صغر محله الا ان ابا جميل هذا كان من اغنياء التجار في السوق كله ولم تكن ثروه ابو جميل من بيع الاقمشه بل لانه كان يتعامل بالربا فيقرض الناس بفوائد باهظه فقد كان يقصد الفقراء والمحتاجين الذين لا يجدون مخرجا من ازماتهم الماليه فيستغل حاجتهم ويجعلهم يوقعون على شيكات وضمانات قاسيه وكانت هذه الطريقه تضمن له الاستحواذ على ممتلكاتهم في حال عدم قدرتهم على السداد وفي يوم من الايام جاء شاب في بدايه العشرينيات الى محل ابي جميل وبدات بينهما محادثه تصاعدت الى شجار وسب متبادل تدخل الجيران وفرقوا بينهما ثم سال جار ابي جميل الشاب عن سبب الخلاف فبدا الشاب يروي قصته قائلا انه ابن رجل كان يبيع الغاز في السوق يدعى ابو حمدي نفق حصان ابيه الذي كان يعينه في العمل فلجا والده الى ابي جميل للاقتراض لشراء حصان جديد ورغم الظروف القاسيه التي مر بها ابو حمدي الا ان ابا جميل رفض منحه مهله او تساهلا في الديون المتراكمه عليه وبدلا من ذلك اشترط عليه ان يزوجه ابنته الجميله ذات السابعه عشره عاما رفض ابو حمدي هذا الشرط في البدايه لكنه اضطر في النهايه للموافقه تحت ضغط الظروف رغم الالم النفسي الكبير الذي عاشه وبعد ان تم عقد الزواج عاد ابو حمدي الى بيته وهو يشعر بالندم والقهر وفي صباح اليوم التالي وجدوه ميتا في فراشه بعد وفاه والده حاول الشاب حمدي اقناع ابا جميل بتطليق شقيقته مقابل ان يتكفل هو بسداد الديون الا ان ابا جميل رفض بشده واستمر في تهديده وتوالت الايام فبدا اصحاب المحلات يلاحظون ان ابا جميل لم يفتح محله لعده ايام ارسلوا احد الصبيه الى بيته ليسال عنه لكنه لم يجد اي استجابه فقرروا كسر الباب والدخول ليجدوا جثه ابي جميل متعفنه داخل منزله وفي صدره سكين مغروسه وصلت السلطات وبدا التحقيق كان الامر غريبا اذ لم تكن هناك اي اثار دماء حول الجثه مما اثار شكوك المحققين بان الجريمه وقعت في مكان اخر وتم نقل الجثه لاحقا الى المنزل بدا المحقق غسان بسؤال الجيران واصحاب المحلات عن اعداء ابي جميل وتبين ان له الكثير من الاعداء بسبب تعاملاته الربويه الجائره انتهى المطاف بالمحققين الى الاشتباه في العديد من الاشخاص وكان الشاب حمدي واحدا من المشتبه بهم بسبب شجاره العلني مع ابي جميل قبل ايام من الجريمه. وماذا حدث بعد المشاجره؟ هل رايتم حمدي مره اخرى؟ بعد المشاجره خرج حمدي من السوق وهو في حاله غضب ولم يعد، لكن لا احد يعرف اين ذهب بعد ذلك. كان واضحا انه كان يحاول حل مشكله كبيره، وكان ابو جميل يستغل وضعه. ربما يكون حمدي هو الفاعل؟ أمن الممكن، لكن لا يمكننا أن نتهم أحدا بدون دليل. أمر المقدم غسان بالبحث عن حمدي واستدعائه للتحقيق. وفي الوقت نفسه طلب من فريقه البحث في محل أبي جميل ومنزله لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أدلة إضافية. بعد ساعات قليلة تم العثور على حمدي وتم استدعاؤه إلى مركز الشرطة. عندما وصل كان يبدو عليه القلق والتوتر. جلس أمام المقدم غسان الذي بدأ يستجوبه بهدوء يا حمدي نعلم أنك كنت على خلاف كبير مع أبي جميل هل تستطيع أن تخبرني ما الذي حدث بينكما بالضبط؟ نعم صحيح كان أبو جميل يستغلنا والدي توفي بسبب الضغط الذي سببه لنا وكان يهددنا بأخذ البيت وسجننا بسبب الديون ذهبت إليه لأطلب منه أن يطلق سراح أخت لكن الأمور تصاعدت وتشاجرنا لم استطع تحمل ذلك بعد الان هل قتلت ابا جميل يا حمدي نعم لقد قتلته لم استطع الاحتمال ان تساق اختي اليه بعد ان كان اتفاقه مع والدي ان يتزوجها على الورق فقط ارادها الان في بيته جن جنوني وذهبت اليه عندما دخلت بيته كان نائما لا يحمل هما ولا يشغل باله شيء اما نحن فلم نذق طعم الراحه او النوم منذ ان دخل حياتنا اغاظني رؤيته فقمت بطعنه كنت انوي تسليم نفسي اليكم لكني ترددت فمن سوف يعيل امي واختي اذا سجنت الان لا املك لنفسي شيئا لهن الله سيتولاهن تم القبض على حمدي بعد اعترافه بارتكاب الجريمه لكن المقدم غسان ورغم اعتراف حمدي الا ان الشكوك لا زالت تساوره فلماذا لم تكن الدماء تغطي الارض لقد كانت الارض نظيفه تماما هل هناك من ساعد حمدي في نقل الجثه ولكن حمدي قد اعترف بالجريمه فهل يحاول ان يتستر على احد في اليوم التالي تم استلام تقرير الطب الشرعي وكانت المفاجاه التي اذهلت المقدم غسان استدعى على اثرها حمدي وبدا يتحدث اليه فقال حمدي قبل ان يشرع المقدم غسان بالحديث اعلم انني قتلت نفسا حرم الله قتلها الا بالحق وحتى لو تم اعدامي فانا لن اهتم استحق القصاص العادل لكن امي وشقيقتي قاطعه المقدم غسان قائلا اسمع يا حمدي وصلني للتو تقرير الطبيب الشرعي انت لم تقتل ابو جميل لان ابا جميل كان ميتا بالفعل بسبب السكته القلبيه فقد غرست سكينك في صدر رجل ميت نزف قليلا من الدماء لانه كان ميتا بالفعل. اختك الان تملك ثروه واملاك ابي جميل، لانها وريثته الوحيده بحكم انها زوجته. اما انت سيكون حكمك مقتصرا على السجن لمده ثلاثه اشهر بتهمه التمثيل بجثه رجل ميت. وبعد ثلاثه اشهر خرج حمدي من السجن وعاد الى السوق، ولكن هذه المره كتاجر للاقمشه وازدهرت تجارته، وعاهد نفسه ان يساعد المحتاجين والفقراء وازدل الستار عن ابي جميل الذي نال جزاءه جراء جشعه ليصبح عبره لكل اكل ربا ولكل من يستغل حاجه الناس وعوزهم من اجل المال